رباط جديد داخل ركبة الإنسان لم يكن معروفا من قبل، تبين أنه عدو الرياضيين الأول وسبب اعتزال الكثيرين منهم، وبخاصة في عالم الساحرة المستديرة. الباحثون يؤكدون أن العمليات الجراحية للرباط الصليبي المقطوع وكذلك مرحلة التأهيل قد تكون ناجحة في مجملها، إلا أن بعض المرضى تستمر معاناتهم ويصابون بقصور في حركة الركبة لفترات طويلة، لافتين أن السبب يرجع إلى وجود خلل في الرباط المكتشف حديثا، حيث يتضرر غالبا عند حدوث إصابة خطيرة. عندما ينقطع الرباط الصليبي الأمامي فإن نحو 20% من الحالات تبقى غير مكتملة الشفاء بفعل عدم علاج هذا الرباط الصغير المكتشف. الآن يمكن علاجه والشفاء تماما. ومن شأن اكتشاف هذا الرباط الجديد الصغير أن يساهم في تسريع الشفاء، ومن الممكن أيضا أن يكون بديلا عن الرباط الصليبي الأمامي، كما يمكن أن يلعب دورا وقائيا هاما في كبح جماح التناوب والحركة المحورية المفرطة في الركبة. بعض الإحصائيات تقول أن بين 75 و80% قادرون على العودة، لكن لو نظرنا إلى التفاصيل سنجد أن 50% من الحالات مثلا في كرة القدم لا تستطيع مسايرة النسق العالي لعدم شعورهم بالراحة أو استقرار حالاتهم. إنه أمر مهم، لأننا حتى الآن نحصي معدلات مرتفعة من فشل إعادة تأهيل الرياضيين بعد العمليات، لهذا يجب أن نفهم الأسباب وراء ذلك. اكتشاف طبي سيكون بمثابة البشرى السارة، وخصوصا لممارسي الرياضة والذين طالما كان هاجسهم الأول الخوف من الإصابات وإصابة القطع في الرباط الصليبي في المقام الأول.